طلعت من الأمسي والحين جاي مكان. يا سلام، أنا ما بتكلم بس برويكم شيء واحد، خليك مركز معي. المكان اللي أنا موجود فيه شوف إيش محصل. حاصلين على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر شركة عطور فاخرة للجنسين حول العالم. أنا أتكلم عن العربية للعود، غنيين عن التعريف ما شاء الله. في السلطنة معاهم أكثر من 35 فرع، وحول العالم معهم أكثر من 1000 فرع. بتخيلين معي يا جماعة إيش هالقوة والتميز تبارك الرحمن. حاليا بمناسبة شهر رمضان والعيد في جميع أفرعهم حول السلطنة، وفي المتجر الإلكتروني معهم خفيضات 50%، نص القيمة على كل شيء موجود معهم، فلا يفوتكم. بسم الله. أنا أول شيء بس أباكم تشوفون تفاصيل جمال المكان. ما شاء الله والله تيهني كي تحس بالفخامة والرقي والشغل المميز. في العربية للعود إيش بخاطرك من الطيب موجود معاهم. عطور مميزة جدا، الأدهان، حطب العود، ها البوكسات الراقية للهدايا. عندك مناسبة تريد شيء يعني شيء فاخر من الآخر، خيارات بأشكال وأنواع مختلفة. ما شاء الله ما شاء الله. ومثل ما شايفين كل حاجة حاليا معاهم بمناسبة العيد وشهر رمضان خصم 50%، نص القيمة أطيح عليك في جميع أفرع العربية للعود ومتجرهم الإلكتروني. بحط لكم الرابط في الفيديو وبتحصلون كل حاجة هناك. في قسم العطور الأخت الكريمة قالت لي عريمة أنا ما أقدر أقول لك أي عطر أحلى من الثاني، لأن ما شاء الله في العربية للعود جميع أذواق الناس موجودة. ففي ناس تحب هذا العطر، في ناس تحب هذاك العطر. بالنسبة لي إذا تمشون على ذوق العريمي أباكم بس تيربون 3 عطور رجالية وواحد نسائي للأخوات الكريمات. إيش إنه؟ عندك عطر سيجنتشر، هذا من اسمه خلاص سيجنتشر، التوقيع حق العربية للعود. فيروز توه نازل، عطر جميل جميل جميل. عندكم أيضا الناس اللي تحب شوية العود، فريد هذا حسيت عود للمناسبات ولكن ما وايد قوي، يعني شيء بارد وخفيف. وللأخوات الكريمات عندكم إليجنت، عطر نسائي مميز جدا في العربية للعود. فهذه هي اختياراتي ولا تفوتكم بأمانة. طبعا العربية للعود منزلين كوليكشن جديد، 6 عطور بروايح مميزة وفخمة جدا. عندكم هني؟ أيوة عندك قبل اللوز وقبل توبات وقبل النور وقبل الفيل وقبل تمية وقبل القطن. إيش المميز في هذا الكوليكشن الجديد؟ هم يتميزوا بأن فيهم كذا خلطة شرقية عربية ما شاء الله للمناسبات. طبعا كل عطر موجود هني تقدروا تتعرفون على القصة الخاصة فيه ومكوناته، القمة وفي القلب والقاعدة. في جبل النور عندك اللافندر العود والورد، وفي القاعدة العنبر والمسك. فمثل ما خبرتكم عطور وايد فخمة، لازم تيربون الكوليكشن الجديد اللي نازل في العربية للعود ما شاء الله. يعني حتى الباكجين شوفوا، شوف البوكس، يا سلام يا سلام، شغل مرتب بأمانة. لازم أخبركم عن ذوقي في الكوليكشن الجديد، صراحة وايد حبيت جبل النور وجبل توبات. هذا العطرين يا براس العريبي، خاصة النور. الله الله الله، بس الحين عيد على الواد من الحين من وقت. وعندك ايضا توبات، عطر مميز في المجموعه. وطبعا العطور الثانيه تلاقي كل الاذواق، يعني بس انا باكم تيربون اللي انا حبيته، وما يمنع انك انت تجرب الثانيات، يمكن يكون ذوقك في واحد منهم غير اللي انا اخترته. فاهمين علي؟ بس ركز لي على النور
وتوباد. بتأكد بتحبهم إن شاء الله. أنا عايبني حتى ما شاء الله الزجاجة والباكج مالها شيء فاخر ومرتب. هني عاد معاكم قسم أخشاب العود والأدهان. ما شاء الله قطعة صغيرة وتعطيك من العود تعطيك ومن الاسم العربي للعود. أتوقع واضح متخصصين في هذا الشيء. يبيلك خيارات مميزة من أخشاب العود. هني عندك الكمبودي الملكي، عود الألف، العود الهندي الملكي، هذا السيلاني الحين حاط منه صراحة جميل. هني عندك الفاخر أيضا من الكمبودي نوع ثاني، وفي الصوب الثاني عندك هذا السوبر الجابورة 1200-650. فخيارات مميزة من أخشاب العود بالإضافة إلى الأدهان. أنت عاد إيش يناسبك إيش ذوقك بتحصله موجود هني وينتظرك. ولا تفوتك عاد الخصوم 50%، فالحق في العربية للعود. حطيت لي يا أخوكم من دهن العود الكمبودي السوبر الريحة. ها يا سلام يا سلام سلم. وعدكم أيضا دهن عود الخاص الكمبودي، يقول لك الأكثر طلبا معهم، والمعتق. هذول الثلاثة البسلر. ومثل ما خبرتكم الحلو أنه عندهم خيارات. أنت عاد نجي إيش ذوقك، تبى المسك الخاص الملكي، الفاخر، المركز، أنواع وأشكال مختلفة من أدهان العود في العربية للعود. لا للكمبود السوبر جاي فوق صراحة، ريحته حسكيها شلتني فوق. الله الله. وآخر شيء بس أريد أرويكم بوكسات الهدايا اللي مقدمينها العربية للعود، بما أنه خلاص مقبلين على العيد، فالناس اللي تدور على الشيء الفخم والمرتب. شوفوا ما شاء الله حاطي لك مجموعة مميزة من بوكسات الهدايا. عاد انت تختار الحجم واللون والشكل اللي يناسبك. يا سلام. وطبعا كل البوكسات عليها خصم 50%. مرة هني عاد عطور مبخار والأدهان والخشب. شوف كيف تفاصيل البوكس. هني عندك حجم أكبر. هني بعد تسكر كيها. الله الله اي لايك. وهني بعد نوع ثاني مثل ما شايفين خصم 50%. فلا تفوتكم بوكسات الهدايا من العربية للعود. المهم حبايبي العربية للعود ما شاء الله عندهم منتجات كثيرة، فللأمانة ما بقدر أصور لكم كل حاجة. بس مثل ما خبرتكم بمناسبة شهر رمضان والعيد مسوين تخفيضات توصل إلى 50%، نص القيمة في جميع أفرعهم في سلطنة عمان، واللي هن أكثر من 35 فرع. والخصم هذا أيضا على متجرهم الإلكتروني، فالحين بحط لكم حسابهم في الانستغرام ورابط المتجر ولا يفوتكم. للأمانة براند فاخر مميز ومجال الروح شايفين كيف. فشوفوا لكم أقرب فرع للعربية للعود واستفيدوا من تخفيضات العيد معاهم واللي هي 50%. وعليكم إن شاء الله بألف عافية.